كابتن أسامة، محمد صبحي هو اللي هيحرس مرمى منتخب مصر النهارده، رأيك إيه في محمد صبحي خلال الفترة اللي فاتت؟ وهل بتشوف إنه لقاء زي ده مهم إن روي فيتوريا يديله الفرصة يعتمد عليه حتى لو لقاء ودي؟ طبعا بعد استبعاد محمد الشناوي للراحه من المباراه، في النهارده محمد صبحي ومحمد ابو جبل حارسين. محمد صبحي حارس اتولد كبير في بطوله افريقيا، كان افضل حارس في افريقيا. محمد ابو جبل جول كبير، جول مصنف، قدر يوصل بمنتخب مصر الى المباراه النهائيه في بطوله الامم الافريقيه النسخه السابقه. طب بمناسبه محمد ابو جبل، ازاي تتعامل انت كمدرب حراس مرمى مع موقف زي ده؟ ان انت عندك حارس اكبر في السن، اكبر في الخبرات الدوليه، ولكن تصنيفه بالنسبه للجهاز الفني او بالنسبه للمدير الفني تحديدا رقم 3، والحارس رقم 2 اصغر في السن واصغر في الخبرات الدوليه، انت كمدرب الحراس المرمى تتعامل مع ده ازاي؟ لا انا مش شايفه تصنيف، انا شايف ان 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 مفيش تصنيف ان محمد صبحي رقم 2 ومحمد ابو جبل رقم 3. حتى الان انا بقول لحضرتك، انا اللي هقوله لك، انا هقول لك وجهه النظر بس اللي انا شايفه. الشناوي 2 صبحي 3 ابو جبل. لا اللي انا شايفه محمد ابو جبل في الوقت الحالي، انا بتكلم في الوقت الحالي، وانا بتكلم عن الوقت الحالي. انا محمد ابو جبل اول انضمام لي مع مصر فيتوريا في منتخب مصر في الفتره الحاليه، فدي لسه اول معسكر بالنسبه له، اول تجربه مع الجهاز الفني. لسه الجهاز الفني بيشوف الراجل عن قرب، بيشتغل معاه عن قرب، بيعرفه اكتر عن قرب، فما هياش حاله تصنيف نهائيه قد ما هي حاله تعارف اكبر من خلال المباريات اللي الجهاز الفني بقياده فيتوريا ولويس ستيفن مدرب حراس المرمى شافوه من خلال مباريات الدوري، فعلى اساسه انضم لمعسكر المنتخب. انما التصنيف بيجي بعد انتهاء المعسكر ده مع المعسكرات القادمه. المعسكرات القادمه بتدينا بقى المؤشرات، مين اللي بيبدا، مين اللي هيبقى رقم 2، مين هيبقى رقم 1، لان محمد ابو جبل كان في فتره كبيره جدا من الفترات كان بينافس محمد الشناوي على حراسه مرمى مصر المنتخب الاول، كان في حاله منافسه كبيره جدا طبعا. قبل فتره الاستبعاد اللي كان بعيد فيها ابو جبل والانضمام مره اخرى، ده يقدر يرجعه مره ثانيه للمنافسه على رقم 1. مش هنقول بقى ان هو بنشوف هيبقى رقم 2 ولا رقم 3، فدي كلها حاجات ايجابيه من وجهه نظر انا كمدرب حراس مرمى. لو انا مكان الراجل ومكان مصر فيتوريا في الاختيارات، لا ده اللي بيحصل ده طبيعي ومنطقي جدا، طبيعي ومنطقي جدا ان انا ممكن ادي الشوط الاولاني لمحمد صبحي، وطبيعي ومنطقي جدا ان انا ادي الشوط الثاني لمحمد ابو جبل، ابتدي اشوف الاجوان بتاعتي عن قرب، اشوف خبراتها، اشوف الرصيد الكبير اللي موجود فيه محمد ابو جبل معايا لحد فين دلوقتي، الرصيد اللي انا واخده مخزون كحارس شاب لمحمد صبحي كافضل حارس مرمى في افريقيا معايا فين دلوقتي. كل دي التصنيفات دي هتبتدي من خلال المعسكر ده يبتدي تقييم التجربه عن قرب، انما التحديد للتصنيف وشكله النهائي هيبقى ايه بتهيألي في المراحل القادمه. انما يعني المنتخب احتياطي برضه يا كابتن اسامه، ده اختبار كبير له، الراجل طبعا بيشوف عايز يشوف رد فعله يعني بالظبط كده. دي من الحاجات المهمه جدا، الموقف اللي احنا بنتكلم عليه ده واللقطه اللي كانت لسه معانا دلوقتي وابو جبل بيسخن صبحي، دي حاجه انا بشوفها تحسب لابو جبل بصراحه. طبعا هو ده جون كبير، عنده خبرات، فاهم يعني ايه الواجبات اللي عليه، التزامه، وده خلي بالك اللي موجود في المنتخب هو بيطبق موجود عنده في النادي، يعني هو في طبيعته كده في النادي. فما يروح المنتخب، وزي ما قال السقا، ممكن يكون فيتوريا عايز يشوف درجه ان انت جون كبير وباسم كبير زي محمد ابو جبل، ان انا اقعدك على الدكه وابدا النهارده بصبحي، رد فعلك معايا ايه، هل انت مستجيب لده وقابل ان انا اي وضع بحطك فيه كحارس مرمى انت قابل، ولا في بالنسبه لك حاجه بتضايقك في نفسيتك بالظبط كده باللغه دي طبعا. فدي كلها حاجات بيكون الراجل ممكن بيكون بيختبر ذكاء الحارس بتاعه، بيشوف قدراته في الحته دي هتوصل لحد فين.